بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحلقة اليوم حتكون مزعجة شوية، ما عليه اعذرونا يا اخوان. اللي صاير الان هذا الباترول حقي، طبعا انتم زي ما انتم عارفين ماكينة الاسون، عندي حصل فيه تهريب زيت من هذا الوجه او الراس عفوا. فاللي صاير الان رحنا اشترينا وجيه اسمها وجيه غطا بلوف، بنغير الجنب اليمين مع الجنب اليسار، وهذا السيد تحت شغال جالس يركب. طبعا عندي هذا اللي حق الفرامل انقطع علي، الحمد لله رب العالمين، كنت ماشي في الطريق وادعس فرامل في فرامل، فانقطع علي بسبب انه كان محلول، كان محلول وكان يحك. وين هذه؟ ايوه شوف، كان يحك هنا في هذه، رايح جاي رايح جاي رايح جاي، يحط الين انقطع نفس اللي وصار يهرب فرامل. الحمد لله ربي سلمنا امس الحادث. طبعا اول خطوة هذه هي تفك هذه اللي هي حقت اللي كانت راكبة كذا، البواجي او اسلاك البواجي عفوا اللي تركب فيها. انا اتكلم يا اخوان الان على ماكينة الاسوان، يظهر لك هذا الشكل اللي مليان تراب وتركرابة وزيت. زي ما قلت لكم احنا هنفك هذا، هذا كامل هنفكه، وبعدين واثار الزيت هنا شايفين، هذه كلها اثار زيت الله يكرمكم مع تراب. الحمد لله زي ما انتم شايفين الرجال جالس يشتغل يفكفك في المسامير. هذا المسمار الاول، شوف كيف شكله. وين الثاني؟ وهناك الاخير. طبعا هذه المسامير زي ما قلنا يا اخوان اللي هي حقت هذه القاعده اللي فيها اعتقد والله ناس اسمها كويلات، اعتقدنا الكويلات. هذا كويل يا نشاد؟ ايه كويلات. نكمل معاكم ونبدا فك. شوف بيحاول يفك الكهرباء، وهذا اللي يغذي الكويلات واللي يغذي البواجب الكهرباء عشان تصير الشرارة. هذه الثلاثة اهو فكها، عفوا اربعة مسامير فك. بغض النظر عن هذا الشيء يا اخوان مراهم لازم تلصق له اي شيء عشان تاخذ الفائدة الكبيرة او الفائدة النهائية. هذا حساس الحرارة، شوف هذا حساس الحرارة مشبوك على عداد البلد حق الباترول. طبعا هذا الحساس حق باترول نفس الموديل اللي هو موديل 92 مع السلك حقه، هذا السلك طبعا حق البلد، واستغنيت على الجيج الخارجي اللي هو هذا الجيجات الخارجية. طبعا اللي كان صاير كان راكب على الجيب تتبيلة مساعدات مرسيدس أمامية مع يايات فيتك، فأنا شلت اليايات حقت الفيتك ورجعت يايات الأولد مان أو اليايات الأسترالية على نفس التتبيلة، فالسيارة ما شاء الله رفعت. بعد شوف التراب، شوف التراب. جالس ينظفها عشان لا تدخل جوا على الراس على نفس الماكينة. أقول جالس ينظفها عشان لا تدخل على الماكينة جوا. عاد هنا شوف شوف يطلع، شوف يطلع تراب مع زيت. معليش سامحونا على الإزعاج. شوف يا إخوان أثار الزيت اللي كان يطلع من الوجه. شوف اللي صاير عندنا الآن هنا. عندي مساعد بالتتبيلة مكسورة قاعدته،
شايفين مساعد اللي على اليسار اللي جنب الياي، هذا هو مكسور القاعده اللي هو المسمار هذا، فنبغى نفكه عشان نروح نلحم له مسمار ثاني. بعد ما فكينا هذه القواعد اللي هي الكويلات نبدا نفك الان الراس. مسامير 8 هنا وهنا وهنا. في بعض الناس يسألون ايش هذه؟ هذه القاعدة حق الكمبرسر، طبعا السيارة ما شاء الله فيها مكيف زي اللوز، بس القاعدة هذه خارجية، أساسا الكمبرسر حق الاليس 1 يركب هنا تحت. وين راح؟ ما أدري هنا يركب. لكن ركبتها خارجية عشان لا تكون حمل على نفس الماكينة، ومع اللعبة الزايد لا سمح الله تطق الماكينة لأنها صارت مع واحد من الشباب. هذا المنظر اللي طلع لنا. يوم فك الراس بصراحة يا اخوان، طبعا هذا المنظر دليل انه الزيت محروق جوا، معناته انه الزيت معدوم. واي واحد، نصيحة يا اخواني، اي واحد يبغى يشتري ماكينة مستعملة، طبعا هذه انقلها عن اخونا ابو وليد الصمعاني، هذا ما شاء الله تبارك الله يعني نار على علم. اي واحد بيشتري ماكينة مستعملة يفك هذا الراس ويشوف كيف وضع الراس من جوا، اذا كان زي كذا لا يشتري يا اخوان، والله اذا كان زي كذا لا يشتري. الماكينة معناته تحرق زيت شيء مو طبيعي. انا فعلا السيارة معاي تحرق، يعني انا تقريبا كل طلعتين بر لازم اعبي علبة زيت كاملة من التهريبات هذه اللي تصير، واتفاجأ بعض الاحيان السيارة ما يكون فيها زيت، لكن الحمد لله على مبتلى. هذا الان لازم كله يتنظف. هذا شكل الماكينة بعد ما فك الراس. طيب ابغى اشوف اصبع نظيف عشان نشوف كيف الوضع داخل. يا حبيبي هذا في تراب جوا، في تراب. اول شكيت لكن وجدت انه من جد في تراب. الين نجيب اصبع ثاني. شوف هذا اصبع نظيف ما في شيء. طيب اوكي. وبعدين قول يا زكريا ليش الماكينه تودع؟ شوف. لكن الحمد لله الان ان شاء الله نصينها ونضبطها وننظفها ونرجعها شد بلد باذن الله. الان هو جالس ينظف الراس من برا من التراب والاشياء هذه. وهذا غطى الراس. هو ينظفه من برا عشان يشتغل على شغل على مكان نظيف يعني. لكن الظاهر انه الزيت لاعب في حسبة الغطاء هذا ومو راضي يتنظف، لازم له بنزين. وهذا الثاني اللي هو يعتبر نظيف. هذا يعتبر نظيف لكن فعليا برضو ما ينفع، الان يبغى ينظفه بالبنزين. هنا الأهم.
جينا الآن على الثاني، الغطا الثاني اللي كان كله زيت معدوم. هذا معدوم. وانا اخوان انا الماكينة تقريبا صار لي حول 6 شهور او 8 شهور ما سويت لها صيانة. هذا المفروض انه كل فترة بعد فترة اسوي لها صيانة. وعشان اكون صادق، الصيانة اللي سويتها اخر مرة كانت بس بوادي وفلاتر والكلام هذا، ما قررت من جلد البلو، الجلد عقب الوجيه هذه الروس. صارت تهري الزيت عندي بشكل مو طبيعي، وصار الزيت ينزل من هنا على تحت. اوريكم كيف الوضع، يعني صار مزري. شوف هذا كله زيت، شوف هنا شوف الكارتين، شوف الكارتين معدوم معدوم. الآن جاري تركيب الجلدة حقت الغطاء. هذا ازعجنا ازعجنا يا اخوان. بعد ما نركب اللي بالفرامل لازم تبدا توزن الفرامل، تفرغها من الهواء. الان جالسين نعبي العلبه، طبعا هذه علبه كلتش حق جيب لاند كروزر صالون موديل 94. هذه حقت باتمان. فزي ما قلت لكم لازم تعبوها وش اسمه ذا، نطلع الهواء اللي موجود في اللايات عشان الفرامل تكون اوكي معاكم. الان شوي لما نسوي اللي هو التنسيم عشان يطلع الهواء من اللايات. الان هذا الوجه اللي كان، او الاصح هذا غطى الراس غطى الوجيه، معليش على الازعاج يا اخوان، والله صوت الموتور هذا مزعج مرة. الزبدة انه هذا الغطاء الان ركب عليه الوجه حق، هو اسمه وجه غطى بلوف، البلاستيك هذاك اللي ركبناه وجه غطى بلوف ركبه الان وقاعد يقفل. المعلومية يا اخوان ما ينفع انك انت تشد مسمار شدة كاملة، لازم تشد اول شيء هذا بعدين هذا بعدين هذا بعدين هذا، او العكس يعني. الزبده انه ما تشد واحد لحاله شده كامله وتخلي الباقي لسه ما انشد عشان الجلده تطبق صح. هذا الثاني الان بيركبه. مجنون ہوگا ملا جی پہلے ہم نے پہنچ جائے بعد ما طبق الغطاء هذا الان قاعد يقفل هذه القطعه من الكويلات على الراس، راس الماكينه اليمين. طبعا هو يظهر لنا اليسار بس هو فعليا في اليمين. والحين يطبق هنا ان شاء الله الكويلات هذه والامور ان شاء الله اوكي. ركب البواجي وضبط الامور الحمد لله.
الآن خلاص ركب الكويلات وشدها، باقي بس يركب سلاك البواجي وإن شاء الله الأمور طيبة. الحمد لله خلاص فوق انتهينا، باقي بس طبعا اروح اوديها مغسلة واغسلها من هنا عشان نشوف اذا في تهريب بعدين ولا لا. من هنا الحين يبى يشوف موضوع الفرامل، يبى ينسم الهواء اللي فيها على اساس نخلص وما نتوهق بعدين. الحمد لله خلصنا وضبطنا الامور، توكل على الله. رفعناه شوي، والله مو شوي كثير. ان شاء الله تبارك الله، الله يبارك لنا ان شاء الله.